like really in fear, and like every time I just have to have the thought of me dying in a bomb in Gaza. Like it's not a good thing. Like every place I go run away, and I just find bombs and I find dead people, and like maybe one day I'll end up like them, but it's a really scary thing for me. الآن احنا في حالة ذعر، بس بدنا نطلع من البلد، مفيش عنا أمل تاني إلا إنه احنا نطلع لإيش؟ لأي مكان آمن، لأنه هان إنك أنت توجد مكان آمن في غزة صعب جدا جدا للأسف الشديد. مفيش أمان، حتى وأنت على المعبر خايف، احنا جايين على المعبر خصخ في شارع رفح وصرنا نصور، احنا جايين على المعبر إنه خلص أمان، مفيش أمان في كل غزة على الفاضي. وين ما نروح قصف، عياط، صوات، دم، جد ما حدش عارف إيش يعمل. وجايين وعارفين مش هيفتحوا المعبر يعني، ولا مساعدات، إن 8 أيام أقسم بالله لا كهرباء ولا مية ولا نت. تهجير زمان بالعمل اليوم التهجير عوادي غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. بس الناس خايفة يعني خايفة وتعرف إشاعات القطاع والحروب وهذا، ربنا يجيب فيه الخير. زينا زي غيرنا يا أخي، إيش بدنا نسوي؟